وبشأن الصراعات السياسية في العراق، معنا من باريس سيد أمير المفرجي الأكاديمي والسياسي العراقي. مرحبا بك سيد أمير معنا. إذا وكالة أسوشيت بريس ذكرت أن إيران وراء انفراط عقد التحالف الانتخابي بين العبادي وميليشيات الحشد، إذا كان ذلك صحيح يعني لماذا أنهت برأيك إيران تحالف العبادي والعامري الانتخابي؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. أنا لا أعتقد يعني بصراحة بأن يعني هذا ما حدث كان اعتباطا. في البداية السيد العبادي على ما يبدو كان متفائلا بضم أمراء الحشد والميليشيات لأمرين: أولا السمعة الإعلامية الطائفية التي حصل عليها الحشد في بعض المناطق في جنوب العراق وفي مناطق الفرات الأوسط، وشيء ثاني كان لسحب البساط من نور المالكي اللي يعتبر المنافس الكبير له، ولو انه نور المالكي يقول انه ليس يعني ليس له اي طمع في ولايه اخرى. المشكله انه هناك تنافس بين نور المالكي وبين السيد حيدر العبادي، ولكن انا ما اعتقد ان شروط السيد حيدر العبادي في البدايه والتي تم من خلالها دخول هادي العامري وما سمي من حشد في التحالف لم تكن نفسها بعد توقيع التحالف، ولهذا انهارت. لان يعني يجب ان نعرف بان عندما يتحالف السيد هادي العامري لا يتحالف الا بمشوره ايران، ولا اعتقد ان ايران لم تكن في العلم قبل ان يتحالف، ولهذا يعني هناك كانت تغيرات من جانب العبادي ومن جانب القوى التي تساند العبادي واخذ بها الولايات المتحده والغرب. فلهذا يعني ايران لا تريد ان تكون في موقع يعني لا يسمح لها بوضع يدها الكامله على العراق، لان في يعني في نظرها اذا كانت هي يعني مع الحشد فقط وليس مع حيدر العبادي، اذا اخذنا بعين الاعتبار ان السيد حيدر العبادي له من الحظ في ان يكون في ولايه ثانيه في الانتخابات الجديده. النائب أحمد الأسدي قال إن لدى تحالف الفتح إمكانية للحصول على منصب رئيس الوزراء بدلا من حزب الدعوة، كيف تقرأ هذا التصريح؟ هناك نية إيرانية بأن تكون لها استمرارية وكما كان في السابق في يعني المؤسسات التي تحكم العراق، ولكن أنا في اعتقادي الشخصي ان ما يحدث الان في المنطقه لا يسمح لايران ان تضع يدها وكما كانت في السابق، فلهذا يعني سيكون يعني الرجل الذي ستضعه ايران، وهنا نخص بالذات السيد هادي العامري، ليس له من الاهميه في الوضع السياسي لامور عديده، وان الولايات المتحده لا تريد ان تضع يعني ان تكون ايران في نفس الموقع الذي ذكرت فيه في السابق، فلهذا انا في رايي انه ليس هناك اي مجال او حظ في ان يكون السيد هادي العامري في موضع يعني يتنافس معه مع السيد حيدر العبادي. طيب النائب فائق الشيخ علي وصف الاحزاب المسيطره على السلطه بأنهم طائفيون وسراق للمال العام، يعني نائب في البرلمان يقول هذا القول، ماذا بقي من العملية السياسية إذن؟ أستاذي العزيز، أن العملية السياسية يعرفها الجميع وخصوصا السيد فائق الشيخ، لأنها عملية فاسدة، وكل يعني الشخصيات والأحزاب هي لها يعني يد في هذه العملية الفاسدة. فالسيد فائق الشيخ يتكلم يعني من عمق الفساد في العراق، وهو يعرف جيدا بان الفساد قد طال مجلس النواب العراقي، وهو بقرب او يعني في 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 قلب هذا البرلمان. وانا يعني اعتقد بان السيد فائق الشيخ يفهم الوضع، لانه يعني هو ايضا هناك شكوك على فساده في العراق. ليس بعيدا عن الأزمة أو الصراع الانتخابي، بخصوص الأزمة مع كردستان، تمديد حيدر العبادي الحظر على مطاري أربيل والسليمانية عده الأكراد عقابا جماعيا
للأكراد جميعهم. ما الذي يريد العبادي برأيك من هذا التصعيد في الأزمة مع كردستان العراق؟ هناك يعني سبق ويعني أعلنا بأن هناك مباحثات بين السيد حيدر العبادي والكرد في العراق، ولكن هذه المباحثات على ما أعتقد لم تفي بالشروط التي طلبت من قبل الحكومة المركزية في بغداد، ومن هذه الشروط كانت أهمها إخضاع مطار أربيل السليمانية لسيطرة ومراقبة الحكومة المركزية وفيها هيئة الطيران المدني، ومن ثم حل موضوع يعني خطير ألا وهو حل مشكلة الاستفتاء الذي عمل فيه السابق. الحكومة العراقية تنتظر لحد الآن يعني إعلان من إقليم كردستان العراق على إلغاء مضمون هذا الاتفاق، والذي بدونه سوف تبقى مشكلة يعني خروج كردستان من الوطن الأم. فلهذا هناك شروط لم يتم تحقيقها من قبل الكرد، وهناك أيضا شروط يعني وعقوق على السيد حيدر العبادي من قبل التحالف الذي كان ولا يزال على ما اعتقد ضده، هو التحالف الوطني بقوتين التحالف الاحزاب الشيعيه من وراءها ايران، والتي هي لها يعني اليد الطويله في العراق. نعم. ولها ايضا يعني نوع من يعني الضغط على الاكراد، لان مشكله الكرد تمس ايران في نفس الوقت كما كانت يعني في موقف الاستفتاء قبل حوالي 6 أشهر. شكرا جزيلا لكم باريس هاتفيا سيد أمير الفرجي الأكاديمي والسياسي العراقي.